تحية طيبة لكم مشاهدينا، بدي رحب فيكم بحلقة جديدة من برنامج أنت تسأل والقانون يجيب. مثل ما تعودنا بكل حلقة مجموعة من الأسئلة بيتم تلقيها من خلال حضراتكم على صفحتنا على الفيسبوك ليتم الإجابة عنا ضمن الحلقة. أكيد للتذكير مشاهدينا بتقدروا تتابعونا على رابط البث المباشر لقناة أوغاريت على الصفحة الرسمية للقناة على الفيسبوك، بالإضافة إلى القدرة على التواصل معنا على الرقم 229-200 في حال وجود أي استفسار حول موضوع، أي موضوع بتحبوا أنكم تحصلوا على إجابة قانونية منه من الضيف بحلقتنا لليوم. أكيد اسمحوا لي رحب بضيفنا لليوم الأستاذ المحامي نهاد حسون. بدي أقول لك يسعد صباحك وأهلا وسهلا فيك. يسعد صباحك وأهلا وسهلا فيك. مجموعة من الأسئلة أكيد كتير يا أستاذ رح نحكي عنه، ولكن اليوم كان كتير في أسئلة حول موضوع الطلاق والنفقة الزوجية، رح نجاوب عنها مع حضرتك. يا أهلا وسهلا. تفضل. أكيد بدي رحب فيك من جديد أستاذ نهاد. يعني حكينا أنه اليوم الحلقة عن الطلاق والنفقة الزوجية. نعم. خلينا بداية نعرف الطلاق قانونيا. هلأ الطلاق هو إحدى حالات إنهاء الحياة الزوجية. والطلاق هو أن يقوم الزوج بإنهاء العلاقة الزوجية بينه وبين زوجته وتصفية الحقوق بإرادته ومن تلقاء نفسه. نعم. هذا إحدى حالات إنهاء الحياة الزوجية. طبعا الحياة الزوجية تنتهي بعدة حالات، الطلاق هو أحد هذه الحالات. يمكن إنهاء الحياة الزوجية أيضا بقرار من القاضي، وعند ذلك يسمى التفريق. حاليا بعد التعديل الجديد للقانون أصبح يمكن فسخ عقد الزواج. يمكن إنهاء الحياة الزوجية أيضا لعلة إصابة أحد الزوجين بالأمراض التي تمنع الدخول، أو الأمراض المستعصية التي تسبب العدوى أو التي تؤدي إلى النفير بين الزوجين. وهذا أيضا يؤدي إلى طلب فسخ الزواج من قبل أحد الزوجين. يمكن إنهاء الحياة الزوجية عن طريق التفريق للغيبة. إذا غاب الزوج أيضا لمدة معينة يمكن للزوجة أن تطلب من القاضي إنهاء الحياة الزوجية عن طريق التفريق. هي أنواع الطلاق أستاذ نهاد. تماما، هو مو أنواع الطلاق، هذه حالات إنهاء الحياة الزوجية. الطلاق أنواعه ثلاث أنواع. الطلاق إما أن يكون طلاقا رجعيا عندما يكون طلاق لمرة واحدة، أو أن يكون بائنا بينوني صغرى وهو الطلاق الذي يقع للمرة الثانية، والطلاق البائن بينوني كبرى وهو الطلاق المكمل للثلاث أو الطلاق على بدل. هذا الطلاق يكون منهيا للحياة الزوجية بشكل تام ونهائي، ولا يجوز للزوجين أن يعودا إلى بعض إلا بعد أن تتزوج الزوجة من رجل آخر ويدخل بها ويطلقها طلاقا دون أي مصلحة أو دون أي تواطؤ. عند ذلك يمكن للزوجين الأول أن يعودا لبعض. نعم. هذه أنواع الطلاق. أما حالات إنهاء الحياة الزوجية أوسع. هذه الحالات يحق للزوج أن تطلبها، أما الطلاق يقع بإرادة الزوج. نعم. ومن هنا كان يعني الشائع بالمجتمع بيقولوا العصمة بيد الرجل وليس بيد المرأة. الحالات إنهاء الحياة الزوجية حوالي الخمس حالات، وحاليا ضافوا عليها موضوع فسخ عقد الزواج بحالتين، هي إذا كان في مرض أو إذا كان في خلل بالشروط التي تم اشتراطها ابتداء أثناء عقد الزواج. إذا ما تم الإخلال بهذه الشروط فمن حق الطرف الآخر أن يطلب فسخ عقد الزواج. نعم. طيب هلا استاذ، نحن دائما نعرف انه الطلاق في اثار تترتب عليه دائما على الحياه للطليقين. ومنها دائما اكثر شيء نحن بنشوف مشكله النفقه، اللي هي اكثر الاستفسارات اللي وردت عبر صفحتنا على الفيسبوك هي مشكله النفقه. بس قبل ما نفوت بموضوع النفقه بدنا من حضرتك اول شيء نحكي عن التعديلات الجديده اللي صدرت حول قانون الاحوال الشخصيه من اسبوعين تقريبا، اللي لها علاقه بموضوع الاحوال الشخصيه. هلا هو التعديل الاساسي لقانون الاحوال الشخصيه صدر بالقانون رقم 4 لعام 2019 اللي هو طلع بشهر شباط، لكن من حوالي الاسبوعين صدر تعديل اخر لهذه التعديلات
تتناول مادتين. المادة الأولى تتعلق بإسقاط حق الزوجة للنفقة حسب بحالتين، إذا عملت خارج البيت دون إذن زوجها فهنا يسقط حقها بالنفقة، والحالة الثانية إذا امتنعت عن الإقامة في دار بيت الزوجية أيضا طبعا دون عذر مشروع، فهنا تسقط النفقة للزوجة. هذه إحدى الحالات التي تم تعديلها حديثا، اقتصرت على الحالتين هي إسقاط النفقة. التعديل الأهم والذي يعني الشريحة يمس الشريحة الكبرى في المجتمع فهو موضوع الحضانة، تنتهي الحضانة بإكمال الولد سواء كان ذكرا أم أنثى بإتمامه 15 من عمره، ويخير لمن يختار الإقامة بعد ذلك عند الأب أم عند الأم. فهنا هذا كان تعديل جوهري وأساسي لم يكن موجود سابقا، حتى لم يكن في التعديل قبل الأخير، فأصبح يعطى الولد الخيار فيما إذا أراد البقاء لدى والدته أم يطلب الانتقال إلى والده. فإذا ما طلب البقاء فيأمر القاضي بإبقائه لدى والدته، وإذا ما طلب الانتقال إلى والده فيأمر القاضي أيضا بناء على طلب الوالد، ويقوم باتخاذ قرار دون الحاجة لقضاء الخصومة، وينفذ هذا القرار عن طريق دائرة التنفيذ مباشرة وجبرا. نعم، هذا أكثر شيء أخذ صدى عبر صفحات التواصل الاجتماعي، يعني المجتمع بشكل عام، يعني أغلب المواطنين، يعني هلأ في البعض يعتب على هذا النص يقول بأنه أصبح الأمر الأولاد محسوم لصالح المرأة دائما، لأنه ليس من المعقول بأن الطفل الذي عاش منذ ولادته حتى أن أتم 15 من عمره في حضن وفي كنف والدته أن يتخلى عنه. من الطبيعي أن يقول أنا أريد البقاء لدى والدتي، لأنه اعتاد على حنانها، اعتاد على عطفها، على اهتمامها ورعايتها له، فمن الطبيعي أن يبقى إلى حالات استثنائية يعني ممكن. فهذه شكلت، البعض يرى بأن هذه الحالة شكلت إجحاف و يعني مثل طغيان على لصالح المرأة على حساب الرجل. نعم. طيب يعني احنا حاولنا نحكي شوي بالتعديلات اللي وردت بقانون الأحوال الشخصية. هذه التعديلات التي صدرت مؤخرا. نعم. أما التعديلات الأساسية صدرت في شهر شباط بالقانون رقم 4 لعام 2016، تناولت مجموعة من التعديلات. نعم. لم تكن موجودة بعض التعديلات، سنذكر منها على سبيل المثال. أصبحت على سبيل المثال كانت سابقا الهدايا التي تقدم من الخاطب إلى الخطيبة، وإذا ما حصل نزاع حولها كان الاختصاص للمحكمة المدنية يطبق عليها الهبة، أما حاليا فأصبح الاختصاص للمحكمة الشرعية هي التي تنظر بها، وإن حصل هناك ضرر أصبح من حق أحد الخطيبين إذا ما لحق به ضرر نتيجة فسخ الخطبة أن يطالب بالتعويض إذا ما القاضي وجد هناك سببا. أصبحت الولاية بالزواج للولي حسب ترتيب العصبات، فإن لم توجد ولاية العصبات فأصبحت تنتقل للأم، الأم تستطيع أن تزوج أنا في عند غياب الولي العصبي. أصبحت سن الزواج بتمام 18 من العمر. القاصر إذا ما بلغ أتم 15 من عمره سواء كان ذكرا أم أنثى وطلب من القاضي الزواج، فالقاضي يأذن لهذا الزواج إذا ما وجد صدق دعواه واحتمال جسمه ومعرفته بأمور الزواج أيضا. سابقا كانت حتى 13 للأنثى. نعم. حاليا أصبحت 15 عام. أصبحت بنص القانون يجوز سماع شهادة الأصول والفروع في، أصبحت يجوز إذا زوج الأب ابنته بموافقتها ورضاها وكانت موجودة يمكن أن يتم العقد بوجود شاهد واحد أو امرأتين ووجود الولي. أصبحت بعض التعديلات نص القانون على أن يتضمن سك الزواج الموطن المختار لكلا الزوجين ولكلا الشهود والوكلاء. موطن مختار له آثار قانونية مهمة، يصبح هذا الموطن هو المعتمد في أي نزاع يصبح حول عقد الزواج. تم هناك تعديلات أيضا أصبحت بالنسبة للنفقة تعديلات جوهرية، أنه أصبحت الزوجة من حقها أن تطالب بنفقة طبعا في حال ثبت عدم الإنفاق لمدة تعود لسنتين سابقتين للإدعاء، أما سابقا كان فقط لمدة 4 أشهر. نفقة الأولاد أيضا أصبح يمكن للأولاد أن يطالبوا بالنفقة لمدة تعود لسنة كاملة. أصبح للزوجة أيضا إذا ما أقدم الزوج على تطليقها بإرادته المنفردة
ودون طلب منها أن تطالب بتعويض، وهذا التعويض يعادل نفقة 3 سنوات. مجموعة من التعديلات الجوهرية والأساسية التي لم تكن موجودة والتي حققت مصلحة عامة تم تعديلها وقدمت العديد من التسهيلات، يعني اللي كانت ربما كانت عراقيل في السابق. يعني أكثر شيء هلا النفقة، نحن عندنا مشكلة النفقة اليوم، أغلب الأسئلة عن النفقة والأغلب عم يحكي عن موضوع قد يعني ضعف قيمة النفقة أو قلة قيمتها المالية. أحد أهم التعديلات أيضا اعتبر القاضي أنه العبرة في عند طلب المهر، فأن تكون العبرة هي للقوة الشرائية للمهر أثناء انعقاد العقد على أن تؤخذ بعين الاعتبار عند استيفائها، عند الاستحقاق أن يأخذها القاضي، يأخذ قيمة القوة الشرائية للمهر أثناء انعقاد العقد عند الاستحقاق. يعني مثلا شو كان بيماثل المهر مثلا وليكن 1000 ليرة، شو كان تناسل بالذهب مثلا، فأخذ القوة الشرائية لأنا حين انعقاد العقد ويطبق هلأ عند الاستحقاق. نعم. فهي تعديل أساسي أعطى الصلاحية للقاضي لحتى يأخذ بعين الاعتبار عند طلب المهر واستحقاقه. نعم. طيب هلا رح نفوت مع حضرتك بموضوع الأسئلة اللي وردتنا عبر صفحتنا على الفيسبوك واللي هي متخصصة بالنفقة الزوجية، وأول سؤال لعنا عم بيقول ما هو سبب وجوب النفقة الزوجية؟ هلا من الطبيعي عقد الزواج عندما يتم بين رجل وامرأة تحل له شرعا، فهذه الزوجة ترهن نفسها وترهن حياتها بكاملها لهذا الزوج، فمن الطبيعي أن يكون هو القانون أعطى أن يكون هو المسؤول عنها، وأن تكون نفقتها من النفقة تشمل المأكل والملبس والتطبيب والتداوي والتعليم وكل ما تحتاجه أمثال هذه الزوجة، أن تكون على زوجها لقاء احتباسها ورهنها نفسها لصالح هذا الزوج. نعم. فمن الطبيعي أن تكون نفقتها عليه. على ما يبدو يعني اللي سأل السؤال مستغرب انه ما بده يدفع النفقه او الياش، يعني بعد ما بيصير الطلاق لحتى انا اني اتولى نفقه هذه المراه كونه خلص بعد في هذه العلاقه. في شوي غموض بالموضوع. هلا النفقه هي اثر من اثار الزواج، ولكن تستمر حين بعد الطلاق الى حين انتهاء العده فقط. بعد انتهاء العده تنتهي النفقه، ولم يعد الزوج مكلف او مجبر بالانفاق على زوجته. النفقه هي اثر من اثار الزواج، من اثار عقد الزواج، تنتهي بانتهاء العلاقه الزوجيه. العلاقه الزوجيه تنتهي بانتهاء العده. هاي هو هنا السؤال، يعني هل يسقط حق الزوجه في المطالبه بدين نفقه الزوجيه؟ هلا هون في تفصيل. هلا القانون بالتعديل الحديث ذكرت هلا من شوي انه نص على انه الزوجه يمكن لها ان تطالب بنفقه عن 2 سنوات سابقة طبعا من تاريخ امتناع الزوج عن الانفاق على ان لا تتجاوز 2 سنوات. فاذا ما تجاوزت المده المطالب بها 2 سنوات يكون ما زاد عن 2 سنوات قد سقط، فتطالب فقط عن 2 سنوات. هذه ناحيه. إذا ما كان الزوج غائب أو إذا ما حكم على الزوج بنفقة وتعذر تحصيلها منه، فهنا يصبح حق الزوجة يلزم من هو مكلف بنفقتها فيما إذا فرضت أنها غير ذات زوج فينفق عليها. إذا كانت المرأة هي ميسورة الحال ولديها دخلا فيمكن لها أن تنفق على نفسها وعلى الأسرة، ولكن يجب أن تتقدم بطلب إلى القاضي وتستأذن القاضي بالإنفاق على الأسرة التي تنتمي لها، ليقوم القاضي بتحديد مبلغ النفقة الذي سوف. لماذا؟ لأن القاضي لأن هذه النفقة تعتبر دينا في ذمة الزوج. نعم. وترجع عليه إذا ما عاد الرجل أو إذا ما تيسرت أحواله مستقبلا. نعم. طيب سؤال آخر أستاذ، هل تجب النفقة للزوجة غير المدخول بها؟ النفقة كما تحدثت قليلا هي أثر من آثار الزواج، وتستحق الزوجة النفقة بمجرد العقد الصحيح. طالما انعقد عقد الزواج فيصبح من حق الزوج أن يطلب زوجته للإقامة في دار الزوجية، وبالمقابل يصبح واجب على الزوج أن يؤدي النفقة إلى الزوجة. إذن النفقة تستحق للزوجة بمجرد العقد. لماذا؟ لأنها أصبحت هي زوجة لهذا الرجل، ومن حقه أن يطلبها إلى البيت الزوجية، وبالتالي تستحق النفقة بمجرد العقد الصحيح. نعم. بغض النظر يعني عن هي يعني في حال وجود إثبات أنه عدم الدخول بها في حالات أو لا عدم الدخول ليس مجرد عقد الزواج صحيح. طالما أنه حالات عدم الدخول هي تجي حالات لإسقاط النفقة، تسقط عنها النفقة في حال مثلا إذا عملت الزوجة كما تحدثنا، إذا امتنعت عن الإقامة في منزل الزوجية، فهذه حالة تسقط النفقة سواء كان دخل بها أم لم تدخل، طالما عملت دون إذن الزوج ف
تسقط النفقة، إذا امتنعت عن الإقامة أيضا تسقط النفقة في الحالة هي. بهذه الحالة ما هي كيفية تقدير النفقة أستاذ؟ هلا هي النقطة اللي عم يعانوا منها أغلب المتقاضين وخاصة بدعاوي طلب النفقة، غالبا ما عم تكون الأحكام اللي عم تصدر عن المحاكم أنه عم تكون قيمة النفقة المحكوم بها قليلة بالنسبة للقوة الشرائية والحالة الاقتصادية السائدة في البلد. يعني حاليا عم يكون الحكم بنفقة الشخص أحيانا، إذا طبعا عم نحكي على نفقة الكفاية، نفقة الكفاية عم تكون بمبلغ يتراوح ما بين 3500 للحد 5000. هذا المبلغ قياسا على الوضع الاقتصادي وعلى القوة الشرائية السائدة في المجتمع هو مبلغ ضعيف جدا، ولا يحقق ولا يلبي الغاية من النفقة لجهة تأمين المأكل والملبس والتداوي والتعليم للأطفال والكل. فالمعاناة الأساسية هي أنه مو بالقانون، القانون عطى الصلاحية للقاضي أن يقدر النفقة وحدد له أنه هذه النفقة يجب أن تشمل المأكل والملبس والطعام والكسوة وإلى آخر ما هنالك. المحاكم تقوم بتقدير النفقة، الخصوم يقومون بالطعن بهذا الحكم الذي يصدر. هلأ بعض المحاكم كان عندها توجه تزيد مبلغ النفقة، فتم الطعن بهذه الأحكام إلى محكمة النقد. للأسف محكمة النقد كانت في بعض الحالات إذا ما وجدت بأن هذه المبلغ قد تجاوزت الحد المعتاد تقوم بنقض الحكم، وبالتالي توجه أنه لا، خفضوا النفقة لأنه مبالغ فيها. فهذه القصة بظل الظروف الاقتصادية نتمنى أن يكون هناك توجيه من وزارة العدل إلى محكمة النقد ببلاغ أو بتعميم معين، بحيث أن تزاد النفقة بما يتناسب مع الوضع الاقتصادي للبلد وللمجتمع، بحيث تكون هذه النفقة نفقة كفاية طبعا تحقق الغاية. هلأ في نفقة تانية اسمها نفقة يسار، هي الزوجة أو المدعي طالب النفقة يجب أن يثبت للقاضي أن هذا الزوج المدعى عليه ميسور الحال ولديه دخلا كبيرا حتى يقوم القاضي بحكم نفقة، بالحكم له بنفقة تسمى نفقة يسار، تكون تتناسب مع مستوى الدخل الذي يثبته للقاضي. يستطيع بيقدر الشخص أنه هلا إثباته ما بالأمر السهل، ولكن أحيانا بيكون الاحتكام لذمة الشخص بتوجيه يمين له، أنه وجه له يمين حاسمة على أنه أنت دخلك بالشهر عندك دخل بحدود 100,000 200,000. فإذا ما استطاع إثبات هذا الدخل يمكن للقاضي أن يحكم بنفقة يسار اسمها، فبيزيد على النفقة تتناسب مع مبلغ الدخل، نسبة من هذا الدخل بيكون حكم فيه. أيضا أستاذ متابعين مع حضرتك بالأسئلة، يعني ربما هيك في شغلات عم تنذكر ولكن هي معادة ضمن الأسئلة. هل يمنع مرض الزوجة أو يسارها أو اختلافها في الدين مع الزوج من استحقاقها النفقة؟ ذكرت حضرتك موضوع إذا يسارها ميسورة ممكن هي تنفق. هلا ممكن تنفق إذا تعذر، إذا كان الزوج غائب. أو ليس لديه مال للإنفاق، فهنا تنفق ويصبح هذه النفقة دين في ذمته فقط. أما بالنسبة للزوجة إذا كانت مريضة أو إذا كانت يمكن تستحق النفقة شو ما كان وضع طالما هي زوجة لهذا الرجل. أما ممكن هلا بنحكي عنها لاحقا موضوع إذا كان فيها هي إحدى العلل المانعة من الدخول أو التي تشكل سببا لطلبة فسخ عقد الزواج، فهنا يسقط حقها بالمهر إذا ما كانت قد أخفت على زوجها العلة أو العيب الموجود بها. عند خلينا نحكي فيها هلا أستاذ كونه عم يعني عم مشان ما الأفكار تروح، يعني هي الحالة إذا الزوجة كانت تعاني من مرض يمنع الزوج من الدخول، أو أنه من الأمراض الخطرة أو المعدية أو التي تشكل عائقا للحياة الزوجية وأخفته على زوجها سواء قبل العقد أو بعد العقد، فهنا يسقط حقها في المهر المعجل والمؤجل بسبب إخفائها، بسبب فقط للمهر وليس النفقة، بسبب إخفائها لهذه العلة على الزوج فقط. هذه الحالة يسقط بها المهر أو اختلافها في الدين مع الزوج. لا، الاختلاف في الدين موجب ما بيأثر على النفقة، يعني لا بيأثر على ما بيأثر حقها النفقة، لأن النفقة كون زوجته رهنت نفسها وقدمت نفسها لها كزوجة. طيب ما هي نفقة العدة؟ هلا نفقة العدة هي النفقة الزوجية نفسها، ولكن تنحصر ويقتصر مداها فقط خلال فترة العدة. العدة سواء كانت عدة طلاق أو عدة وفاة أو أي سبب من أسباب إنهاء الحياة الزوجية، فالزوجة تدخل في العدة. عدة المرأة 3 أشهر لمن كانت
في ضمن التحيض. وأما إذا كانت ممتدة الطهر أو جاء الحيض وانقطع فتكون العدة لها نفقتها لا تتجاوز سنة، لأنه العدة بتكون لمدة سنة. نعم. نفقة المتوفي عنها زوجها 4 أشهر و10 أيام، فتستحق الزوجة. طبعا التعديل الجديد للقانون نص بشكل واضح على أن لا نفقة للمتوفي عنها زوجها، لأنه الزوجة يكون قد توفي، فمدة العدة تعتد الزوجة دون أن تطالب بنفقة للعدة. هاي حالات العدة ومدة العدة، سواء عدة وفاة أو عدة طلاق أو نعم. وهو وردنا أسئلة إنه ما هي الفترة الزمنية لانقضاء العدة، متى تبدأ العدة؟ هلا يعني تبدأ العدة دائما من التاريخ اللي وقع فيه سبب إنهاء الحياة الزوجية، إما من تاريخ الطلاق أو من تاريخ الفسخ أو من تاريخ صدور الحكم الذي عن القاضي الذي ينهي الحياة الزوجية. نعم. سواء كان تفريق أو طلاق، تثبيت طلاق أو مخالعة أو فسخ لعقد الزواج. نعم. طيب متى يسقط الحق في نفقة العدة أستاذ؟ هلا نفقة العدة هي بالنسبة حق للزوجة، فيمكن لها أن تتنازل عنها ويمكن لها أن تبرئ الزوج منها، إما ابتداء أثناء إنهاء الحياة الزوجية عن طريق المخالعة، مثلا إذا اتفقوا على فسخ الزواج فممكن تتفق معه على إنهاء الحياة الحياة الزوجية وتتنازل عن النفقة ونفقة العدة. نعم. ويمكن أن تتنازل عنها بعد إنهاء الحياة الزوجية، فالموضوع يعود للزوجة لصاحب الحق، ليست من النظام العام. فهي يمكن لها أن تتنازل عنها، بس في حالة هي تقدمت طلب بالتنازل عن النفقة يجوز، أما غير أسباب لا يوجد. أنا ذكرت هلأ أنه في عدة الوفاة فقط، عدة الوفاة الزوجة يكون نعم. قد توفي، فتعتد المرأة دون أن تطالب بنفقة وليس لها نفقة. نعم. طيب وفي سؤال آخر أستاذ، هل يعني النفقة الزوجية هي نفسها نفقة الأطفال؟ لا، مختلفة. من الاسم مبين. هلا النفقة الزوجية هي تختص بنفقة الزوجة وتنتهي بانتهاء العدة الزوجية. نعم. العدة نتيجة التفريق أو الطلاق. أما نفقة الأطفال هي نفقة الأولاد. نعم. نفقة الأولاد تستمر طالما الولد يتابع تعليمه أو أنه قد يكون مثلا مصاب بمرض معين أو كذا غير قادر على الكسب، فيبقى الأب مكلف بالنفقة على أولاده. نفقة الزوجة ذكرت من شوي أنه ممكن الزوجة تطالب فيها لمدة تعود لسنتين ماضيتين، أما نفقة الأولاد فلا يطالب بها إلا لسنة سابقة للإدعاء. سنة. نعم. والقاضي يقدر نفقة تقدير مختلف عن تقدير الزوجة. هلا بياخذ بعين الاعتبار ان الطفل شو سنه، اذا كان بحاجه مثلا الى تعليم سن التعليم الابتدائي، بسن التعليم الالزامي الاعدادي الثانوي الجامعه، بيقدر القاضي حسب النفقين مقدار النفقه حسب سن الطفل وعمره، فبيفرض النفقه على الاساس هذا. نعم. يعني استاذ، هو موضوع النفقه دائما مثل ما عم نحكي، يعني هو دائما كان بيشغل كثير من الناس بالفتره، وخاصه انه صدر تعديلات حول موضوع النفقه. يعني كيف الشخص فعلا بده يقدر يحدد النفقه الممكنه يعني للدخل المحدود؟ يعني هلا اغلب الاسئله عم تيجي انه دخل محدود، انا كيف بدي احدد النفقه؟ هلا للاسف نحن المجتمع كلياته هو من ذوي الدخل المحدود. فالمدعي صاحب النفق، صاحب الحق بطلب النفقه، عندما يتقدم بالدعوه للقاضي يحدد له باستدعاء الدعوة هل هو يطلب نفقة كفاية أم نفقة يسار. يحدد القاضي، إذا كان يطلب نفقة كفاية فهذه يلزم بها الزوج أو المكلف بالنفقة سواء كان لديه دخلا أم لم يكن لديه دخلا. نعم. هي اسمها نفقة كفاية، لابد منها مهما يكن حال الزوج. نعم. أما إذا ما طلب منه نفقة يسار فهنا يصبح ملزم المدعي بإثبات الدخل الميسور للزوج. عندما يثبت للقاضي أن هذا الزوج لديه دخلا عاليا ويثبت مقداره، يصبح القاضي أيضا ملزم بأن يحكم له بنفقة يسار. يأخذ بعين الاعتبار مقدار الدخل ويحكم بنسبة من هذا المقدار. من هذا المقدار. نعم. يعني بتمنى أستاذ نكون حاولنا نجاوب على كل الأسئلة، ربما أنا في أسئلة شوي تجاوزتها لأنه هي يعني ذكرتها حضرتك بالتتوالي. نعم. يعني وخاصة ما بعرف أنه موضوع فرض نفقة زوجية على الغائب هل تجوز؟ يا طبعا هلا، بس المشكلة هو الغائب ما هو موجود. ما هو موجود. فهي تتقدم بدعوة وتطلب
النفقة، فالقاضي يفرض النفقة على من هو مكلف بنفقتها لو فرضت بأنها ليست ذات زوج. يعني العصبات الأعلى الولي الأعلى المكلفين لو ما كانت متزوجة، فهون بيقوم المكلف بدفع هذه النفقة وتعتبر دينا في ذمة الزوج، ولمن دفع النفقة أن يعود إما عليها أو على الزوج بهذا المبلغ الذي دفعه كنفقة لها. نعم. ويحق للزوجة عند الغياب أيضا أن تطلب التفريق لعلة الغياب. إذا غاب الزوج كمان لمدة سنة فيمكن لها أن تتقدم بدعوة وتطلب من القاضي التفريق بينها ولعلة الغياب. طبعا هنا بالتعديل الجديد أصبح القاضي أيضا ملزم بأن يحلف المدعية على أنها تضررت نتيجة غياب زوجها عنها هذه السنة. عند ذلك يحكم القاضي بالتفريق بينها وبين زوجها إذا تحققت شروط هذه الدعوة. نعم. كثير بدي أتشكرك أستاذ نهاد حسون على المعلومات اللي أعطيتنا إياها وعلى إجابتك على الأسئلة اللي وردتنا. شكرا كثير لوجودك معنا ويعطيك العافية. يا أهلا وسهلا، شكرا لكم. شكرا كثير. كمان بدي أشكركم متابعينا على تواصلكم الدائم معنا والأسئلة اللي عم تتم طرحها عبر صفحتنا على الفيسبوك. بتمنى أن نكون عم نقدر نقدم الإجابات القانونية الواضحة اللي ممكن تكون واضحة بالنسبة لكم، ونقدر نساهم بنشر الوعي القانوني الصحيح بأي مسألة. أكيد نحن بانتظار أسئلتكم لحتى نكون معكم الأسبوع المقبل إن شاء الله بنفس الموعد بحلقة جديدة وأسئلة جديدة. شكرا لحسن المتابعة، إلى اللقاء.